واكبت نورسات الاحتفالات الكنسية الحاشدة التي استقبلتها مدينة العقبة استعداداً لعيد الميلاد المجيد، وذلك خلال قداس إلهي بمناسبة عيد القديسة بربارة. إلى التفاصيل. قام فريق نورسات الأردن بكادره الإداري والفني بزيارة عمل إلى مدينة العقبة، حيث حط الفريق الذي ترأسه مديرة المكتب الدكتورة باسمة السمعان الرحالة في كنيسة القديس يوحنا المعمدان للروم الملكيين الكاثوليك. وكان في استقبالهم هناك قدس الأب إبراهيم حجازين راعي الكنيسة وجمع من الآباء الكهنة في المدينة وأخوية السيدات وعدة فعاليات كنسية وجمع كبير من أبناء الرعية. وفي القداس الإلهي الذي ترأسه الأب حجازين وعاونه كاهن رعية مار يوسف في صافوت الأب جورج شرايحة مرافقا لفريق نورسات، تحدث الأب حجازين وقال: أريد أن أرحب بحاملة الصليب الذهبي الدكتورة باسمة السمعان مديرة مكتب نورسات في عمان، طبعا الشخصية التي استحقت التكريم من كل الطوائف المسيحية لجهودها في إظهار أعمال الكنيسة بمختلف طوائفها، والذي ساعد على إبراز كنائسنا أنها حية فاعلة بأساقفتها وكهنتها وشعبها المؤمن. فأهلا وسهلا. إن لكل مسيحي الحق بل الواجب أن يلتزم في خدمة كنيسته ويعمل بحسب النعمة المعطاة له، فيكون بجملته ذبيحة حية مرضية لدى الرب، عضوا فاعلا، وذلك للخير العام الذي تحتاجه الكنيسة كما يعلمنا القديس بولس الرسول: ما لك مما هو لك نقربه لك عن كل شيء ومن أجل كل شيء. وبعد القداس الإلهي رعت الدكتورة باسمة السمعان حفل افتتاح البازار الميلادي لرعية القديس يوحنا المعمدان بصحبة الآباء الكهنة، حيث أعربت السمعان عن بالغ سرورها بهذا اليوم المبارك الذي تلتف به الرعية حول الراعي، وأضافت أن نجاح الخدمات الرعوية المقدمة للشعب تسهم إلى حد كبير في جذب أبناء الرعية لكنيستهم وتعزيز أواصر المحبة الحقيقية بينهم. وخلال تجوالها برفقة الآباء الكهنة والحضور في أروقة البازار الميلادي، تحدثت السمعان مع أصحاب المعروضات الذين قدموا شرحا وافيا عما تحتويه بضائعهم من منتجات ومستلزمات ميلادية تحتاجها الأسر المسيحية في تحضيراتها للاحتفال بعيد الميلاد المجيد. وبالتزامن مع تلك الزيارة إلى مدينة العقبة، أعلنت المديرة الإقليمية لفضائية نورسات في الأردن الدكتورة باسمة السمعان بالاشتراك مع الأب إبراهيم حجازين كاهن رعية يوحنا المعمدان للروم الكاثوليك انطلاق نورسات في مدينة العقبة اعتبارا من مطلع الشهر الجاري، حيث تقوم الفضائية بتغطية إخبارية شاملة لكافة الفعاليات الرعوية الكنسية في كل الكنائس الرسولية في مدينة العقبة ثغر الأردن الباسم، والتي تعد بوابة الأردن الوحيدة على العالم البحري. من جهتي، قال الأب إبراهيم حجازين: إن نورسات أصبحت في الأردن منارة إعلامية ذات مصداقية أخلاقية وروحية لكافة الرعايا بالمملكة الذين يسعدهم العمل معها لنشر كلمة الرب يسوع في المسكونة كلها.
وفي ختام الفعاليات تبادل الحضور مع رعايات الحفل الصور التذكارية والتحيات الميلادية.